السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاينالي يا جماعة رح نطلع برا قريتي. We go out of my village. رح نطلع مشوار حلو، أنا جدا متحمس له من زمان، حاب أروحه، ولكن الظروف ما كانت تسمح. إسا بما إنه شوي تحلحلنا فرح نتحرك أكثر خارج إطار هذا المحيط اللي كل الوقت كنا فيه، اللي هو محيط قرية دبوري. اليوم رايحين على مكان عملي السابق اللي أنا تركته لظروف صحية خاصة للأسف، ولكن هناك في إلي ذكريات حلوة وإلي أصدقاء كثير اللي من زمان ما شفتهم، فخلينا نشوف شو راح تكون ردة فعلهم لما يشوفوني في المكان، ونشوف إذا لسه في ناس بتذكرتني هناك وكيف راح تكون ردة الفعل. Let's go and let's see what we have in this blog. في الحياة التجارب الحلوة بتخلد معها كمان ذكريات عميقة، التعب، الإرهاق، المثابرة، الأمل، العمل، والإصرار على تحقيق الهدف. في كل مرة بتدخل فيه على مكان أنت معتاد تدخل عليه بعد ما تفارقه، بتواسيك كل الذكريات اللي أنت تعودت عليها في طريقك. طيب جماعة، احنا وصلنا على المكان اللي كنا متوجهين له، اللي هو مركز عملي القديم. المبنى اللي وراي هو مبنى لمتعدد الخدمات، فيه خدمات شرائية، فيه وزارة الداخلية ومكاتب وزارة الداخلية، وفيه مكتب شركة اللي كنت أنا أشغل فيها. الشركة هي عمليا شركة لخدمة القنوات التلفزة مع شبكة الانترنت والهواتف الأرضية، يعني مثل شبكة MBC وشبكة BN Sport في الوطن العربي. في شركة هون خاصة بهذا المجال بتقدم هاي الخدمات. في هذا المكتب هنا عمليا بتتم عملية الرد الآلي للخدمات للزبائن، وبتم طبعا التجاوب مع طلبات الزبائن وشكاوى الزبائن. ممكن في منهم بيشتكوا على الفاتورة، في منهم بيشتكوا من سوء الخدمة، في منهم عمليا بيتصلوا عشان يزيدوا قنوات معينة، في منهم بيتصلوا عشان يحسنوا سرعة الانترنت. فهذا اللي بتمركز فيه عمليا مركز خدمات الاتصالات ولا قنوات التلفزة والانترنت اللي انا كنت اعمل فيه. رح نتعرف على الطاقم الموجود جوا، نتعرف على المركز نفسه، نتعرف على المعلومات الموجودة فيه. خليكم معنا وتابعونا في بلوج اليوم. من اول لحظة دخلت لمركز الخدمات وكل ذكريات السنتين مروا امامي، بداية من طريق الوصول من مصف السيارات صعودا للمركز، مرورا بكل الممرات اللي كنت أمر فيها على مدار السنتين، وصولا لقاعدة الاستراحة، لمقعد الاستراحة الفارغ، مرورا بكل الزملاء اللي كنت متعود أصبح عليهم. لحظات لا تنتسى ولا تعاد. آخ يا جماعة، ذكريات ذكريات في هذا المكان، ذكريات يا جماعة الخير. لايف على الفيسبوك، هاي بالزمانات اخوي كانت لايف على الفيسبوك. جماعه متعودين علي على اللايف على الفيسبوك، جديد عليهم قصه اني اعمل بلوجات لليوتيوب خارج اطار هذا المحيط. يا جماعه احنا واصلين على الوطن العربي كله. من لحظه ما وصلت على مركز الخدمات بلشت اطلع بكل الاتجاهات، طلعت على الطاولات، طلعت على الكراسي، طلعت على كل مكان كنت اجلس عليه وامشي باتجاهه، وطلعت بين الوجوه بدور على وجوه اللي بعرفها. فكثير وجوه من اللي كانت تشتغل معي في هذيك الفترة واضح انها غادرت المكان، رغم انه الامر كان معروف انه طبيعة الحال هاي الناس مش راح تظل بهذا المكان لكل العمر، ولكن الامر كان صادم. المركز الخدمات الجديد طبعا مع المتغيرات الجديدة في الشوادر هاي حطيناها مشان حماية الناس والكورونا، تمنع الكورونا. طبعا هنا بتواجد كل يوم مراقبين اللي هن مسؤولين عن وضع الكمامات وحفاظا على سلامة الناس. انا بتمنى للكل انه يتقيدوا بالتعليمات، وان شاء الله بنمرق هاي الفترة بأمان وسلام. Thank you.
طبعاً جماعة خلط من المشاعر المتضاربة، خلط من بسموها التفاعل بهاي الذكريات، يعني سنتين من الشغل مش شيء هوين، فرح، غضب، نجاح، تراجع، ملاحظات كثيرة، احتفالات كانت هنا، أيام تحفيزية كانت هنا، كثير أمور اللي هي عملياً مش ممكن تكون وصف في دقيقة أو سنتين أو ثلاثة، ولكن حاولنا يعني توثيق ما يمكن توثيقه. في النهاية أنا جيت على أعز محل تقريباً إلي في هذا المركز، اللي هو عملياً مركز النقل المعلوماتية للموارد البشرية، من تنظيم ساعات العمل وبرامج العمل، اللي الإنسان اللي فيه كان أكثر إنسان داعم في مرحلة وجودي في هذا المركز. فأنا جيت بس عشان أحكي له شكراً، على شكراً كثير، يعطيك العافية صديقي على كل الفترة هاي، وأتمنى أنك تظلك بس في نجاحات. فأنا بتمنى لعلاء النجاح، وإحنا هيك بنكون وصلنا لختام الفيديو. ننسوش تعملونا شير ولايك وسبسكرايب، وأهم شيء تتابعونا على كل القنوات في الفيسبوك والإنستغرام واليوتيوب. نلقاكم في فيديو جديد.